قيد في البوابة رقم ثلاثة. حجاج خان أيضا. وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق الشوط الرابع، 10 جياد المخصص للخيل العربية تلاصق التكافؤ لمسافة 1600 متر. كل التوفيق للجميع. نتابع الآن حجاج خان في المركز الأول مع يانيس أوابد، محاولة التقدم أيضا من الجهة الخارجية لحراش النايف مارفين سيورلاند، والمركز الثالث لعلي بابا مع جيمي كامبر، المركز الرابع مع ضيغم سفيازياني، ومحاولة الدفاع من وسط الجياد، محاولة أيضا مع ماجدو يون بابتيس هامل. إذا لازلنا مع الصدارة مع حجاج خان يانيس أوابد، ولكن الآن من الجهة الخارجية ضيغم وتقدم مع سفيا سياني، محاولة أيضا في نفس الوقت من خراش النايف في ثالث المراكز، والمتابعة تأتي من علي بابا، بينما المركز الخامس مع فواز هاري بنتلي. هنا التوجه نحو العطاف قبل الأخير واخر 700 متر في هذا الشوط. ضيغم والمركز الاول للمدرب سلطان الجابر، متابعه قويه من خلال فراش النايف وهداج خان في المركز الثاني والثالث، وعلي بابا الان بقوه من الجهه الخارجيه، محاوله الاندفاع ايضا مع الدكتور كير كونفرتينو، ومتابعه قويه ايضا من وسط الجيال مع ماجدو. اذا هنا رقم 10 فراش النايف مارتن سيورلاند، ولكن ماجدو والدفاع قوي في الامتار الاخيره اخر 200 متر في هذا الشوط. ماجدو يون باكتيس هامل ادم ديميول اساد انكر الى المركز الاول، محاوله الاندفاع مع الدكتور والفوز، الفوز من الجهه الخارجيه، ولكن ماجدو يقطف هذا الشوط بقوه مع يون باكتيس هامل. إذن النتيجة النهائية ورسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط الرابع رقم 1 أو في المركز الأول هنا رقم 8 ماجدو المدرب البندميون، مركز آدم قرن والخياليون بابتيس هامل، ثاني المراكز برقم 6 الفوز مع المدرب جاسم حمد الغزالي، مركز سيد خليفة بن شعيب بن خليفة الكواري والخيال كيوشي، المركز الثالث مع رقم 5 مع الدكتور المدرب محمد جاسم الغزالي، مركز سيد خليفة بن شعيب بن خليفة الكواري والخيال كير كونفرتينو، رابع المراكز لرقم 3 عينا مع المدرب جوليان سمارت، مركز الشيخ محمد بن خليفه محمد الثاني والخيال ريتشارد مولين، اما المركز الخامس مع رقم 7 مع فواز المدرب جاسم محمد الغزالي، مركز السادة ابناء عبد الله محمد ال الشيخ الكواري والخيال هاري بيتلي. الف مبروك للفائزين في هذا الشوط.